اليوم رح أعملكم بولونيز عشق الأولاد. يعني وش الجديد؟ بالله أنتي قولي لها شيء. بولونيز خطيرة. ما رح تتغير. امشي روح نغيرها في المطبخ. انقذوني. اليوم رح نعمل وصفة البولونيز اللي الأولاد كتير بحبوها. إحنا بنضيف إضافات زي ما اتفقنا. خولة وش الإضافة اللي بتضيفينها؟ بناخذ رغيف من الخبز وبنفتفته وبنحطه فوق الاسباجيتي. وأنا بضيف لك إضافة الجبنة لأن الجبنة حبيبة الأطفال وأكيد أي طبق فيه جبنة يحبونه. يلا نجرب. عنا لحم مفروم، بصل، ثوم، صلصة الطماطم، سباجيتي مسلوقة، صلصة الطماطم مع الكريمة الجاهزة، جبنة الموتزاريلا والخبز. حزيد الزيت في المقلاية تبعيتي وحقلي شوية بصل، ورح ننزل على البصل بشوية ثوم، رح ننزل باللحم تعطيني اللحم ونشوحه لعن ما يتغير لونه. رح نزيد صلصة الطماطم، كمان حنضيف صلصة الطماطم مع الكريمة. تحطيني العلبة كاملة؟ أيوة، لأنه هي اللي حتعطي صوص للمعكرونة. نضيف البقدونس مع الثوم وفتات الخبز. من بعد ما تستوي الاسباجيتي راح نحطها في البايركس وبنحط فوق الفتات وبنحط الجبنة أكيد. وبهيك البولونيز مع الجبنة والخبز المحمص صارت جاهزة، وعليكم بالعافية.